ده فضل يقنعها ان هم يسافروا هجره غير شرعيه عشان يقدروا يعيشوا في اوروبا بعيدا عن المجتمع الشرقي اللي بيخنق البنت والولد، واقام معاها علاقه غير مشروعه. كلكت لي تاني مره تكرار لجريمه نيره ومحمد، جريمه سلمى واسلام، قتل سلمى، قتل سلمى على ايد اسلام زميلها في الكليه. بنفس التفاصيل اتكررت الجريمه للمره التانيه. قلت قبل كده ان الانسان مش بيرتكب اي جريمه بدون دوافع او اسباب. احنا مش بنبرر الجريمه ولكن بندور على الدوافع والاسباب علشان نمنعها وعلشان ما يكونش فيه سبب اساسا للجريمه، وده الهدف من الكلام اللي بنتكلمه ده علشان تكونوا فاهمينه بس بدايه في الامر. قبل كده قلنا ان في علاقه ما بين نيره وما بين محمد، ومحمد قتل نيره بدفع الانتقام، وبعد كشف التفاصيل يوم ورا يوم اتاكدنا بالتاكيد ان في علاقه ما بينهم. ادت الانتقام محمد من نيره، وكلنا عارفين ان العاطف والحب في فتره الكليه وفتره الثانوي بتكون جياشه جدا. الولد او البنت مش بيفكروا غير بقلبهم، وده يمكن يخليهم يرتكبوا اخطاء كتيره جدا. بالنسبه لقضيه سلمى، قلنا ان سلمى واسلام كانوا بيحبوا بعض، وناس كتير كذبت الموضوع ده، ولكن معانا النهارده في الفيديو رسائل سلمى، محادثات ما بين سلمى واسلام بتاكد ان كان فعلا في علاقه ما بينهم، علاقه حب. وفي النهايه مش بندين سلمى بشيء، وده لان هي دلوقتي في دار الحق واحنا في دار الباطل. لكن هنشوف ايه اللي حصل بالظبط ما بينهم، ايه اللي خلى اسلام يرتكب جريمه زي دي. اسلام غلطان جدا ولازم طبعا ياخد حكم، والحكم ده هيكون رادع لكتير من الشباب اللي بتسول لها نفسها ان هي ترتكب جريمه زي دي مهما كانت الاسباب. تعالوا نشوف نص الرسائل اللي كانت ما بينهم بتقول ايه. طبعا لما بنشوف حاجه زي دي بتكشف لنا التفاصيل وبتكشف لنا ايه الاسباب والدوافع ورا الجريمه. الشاب ده فضل يقنعها ان هم يسافروا هجره غير شرعيه عشان يقدروا يعيشوا في اوروبا بعيدا عن المجتمع الشرقي اللي بيخنق البنت والولد، واقام معاها علاقه غير مشروعه. والدليل على الكلام اللي انا بقوله هي رساله سلمى الاخيره اللي بعتتها الاسلام واللي اتفرغت من على موبايلها. اسلام بيقول لسلمى في رسالته: يا سلمى ستوب. قالت له: يا ريت احب حد، علشان كلمه طبعا ما ينفعش ان احنا نقولها. ورد وقال لها: كفايه اوهام، انا عارف هاخد حقي ازاي. سلمى ردت على اسلام وشتمته واتهمته كمان بالاضطراب النفسي، وهو رد عليها وقال لها: كويس ان انت عرفتيني ده دلوقتي علشان اخد روحك قبل ما تعملي كده. تسلمي. طبعا هو هنا قصده ان هي قبل ما تتجوز او ترتبط بحد تاني. ومن خلال نص الرسائل زي ما احنا شايفين قالت له ان هي كانت بتقدم له حاجات وهو كمان كان بيقدم لها حاجات، وكتبت كلام طبعا وهو رد عليها بكلام ما ينفعش ان احنا نقوله ومشطوب عليه بالاسود. ورجعت سلمى شتمته وقالت له: يخرب بيت جلبتك اللي كانت اسود من سواد الليل. وقال لها اسلام: ان انت جايبه 100% بفضل اعمال السنه اللي انا عملتها لك. وكتب لها وقال: كنت بسهر وبسيب العمل بتاعي علشانك. وقال لها: زي ما انتم شايفين انت ناكله الجميل، الله يكون في عونك. وفي رساله تانية زي ما انتم شايفين بتقول له ان هي نفسيتها تعبانه جدا وما ذاكرتش بسببه. قال لها: يعني انا اللي نفسيتي كانت مرتاحه؟ قال لها: انت ضحكتي عليا 3 سنين. وردت سلمى وقالت ان وقتها كانت بتحبه، يعني خلال ال3 سنين، وكملت كلامها وقالت: لكن دلوقتي لا. بالتاكيد طبعا بعد ما خلصت تفكيرها اتغير وشافت بقى عيوب اسلام، وده اللي انا قلته لكم قبل كده. في ال3 سنين دي اهلها كانوا فين؟ ليه ما منعوهاش من علاقه زي كده؟ وخصوصا زي ما كلنا شايفين الولد والرسومات اللي على جسمه، طبعا كل ده بيدل على تفكيره وبيدل على ان اسلوبه في الحياه مش مظبوط. فين اهلها في الوقت ده؟ ليه سمحوا لها ان هي تحب ولد زي كده؟ ليه ما كانتش الام او الاب جنبها؟ هو ده اللي عليه مليون علامه استفهام، واللي انا دايما بقوله لكم عدم رقابه الابناء بيودينا في 60 داهيه وبيحول حياتنا لجحيم. ومن الجايز جدا زي ما حصل في حكاية نيرة وفي حكاية سلمى اننا نخسر ولادنا، وللعلم بنخسر القاتل قبل المقتول، يعني محمد ضاع واسلام كمان ضاع ونيرة وسلمى. ايه الاساس؟ ايه السبب؟ عدم الرقابة من الاب والام، مش من اهل البنت بس ومن اهل الولد كمان. فين اهل اسلام؟ ازاي سايبينه يرسم بالشكل ده على جسمه؟ ازاي سايبينه ان هو كان يشرب الخمور؟ ازاي سايبينه ان هو يهدد بنت؟ فين الأم أو الأب اللي يقولوا له: خلاص حتى لو أنت تعبت نفسك علشانها وضيعت من عمرك 3 سنين اعتبرها تجربة، تجربة وانتهت وابدأ حياتك من أول وجديد. مفيش الرادع، مفيش الأب، مفيش الرقابة، مفيش الأم، مفيش الكلام الكويس، النصيحة، النصيحة الحسنة اللي بتخلينا في حياتنا نمشي في خط مستقيم. الأولاد في الفترة دي بيكونوا محتاجين للأهل جدا، لكن الأهل ما بيكونوش فاضيين أحيانا للأولاد. والكلام ده اللي اتأكدنا منه بخصوص نيرة ومحمد عن طريق محمود الغريب ابن عم نيرة، واللي فجر لنا مفاجأة كبيرة جدا.
هنسمع جزء بسيط من بث مباشر لمحمود هيوضح لنا فيه إن سناء اللي هي والدة نيرة اللي مسميها هو في البث سناء مصايف ما كانت مشغولة عن بنتها وكانت في الساحل الشمالي هي والأستاذ أشرف، وطبعا ما كانش فيه رقابة، والأستاذ أشرف بنفسه قال لابن أخوه محمود، قال له إن كل عيلة زي الشجرة والشجرة دي بيكون فيها فرع أعوج، ونيرة هي اللي كانت الفرع الأعوج في الشجرة، يعني منه إن هو اعترف إن بنته كانت غلطانة في حاجات كتير. عايزين نقول له كنت فين من الأول؟ ليه ما عدلتش الفرع؟ تعالوا مع بعض نسمع ونشوف كلام محمود. دفع عن قاتل، انتوا بتدافعوا عن قاتل، انا ولا مع نيرة ولا مع محمد عادل، انا مع عم محمد عادل. اما عمي بيقول لي والله كبرت وبقيت راجل وجاي تدافع عن العيلة وجاي تدافع عن عمك وعرفت ان ليك عم، انا ما مش كنتش جاي عشان ادافع عنك ولا عشان حاجة، انا جاي عشان ابقى واقف جنب ابويا عشان ابويا ما يبقاش لوحده. اما رحت هناك وقال لي الكلمتين دول قلت له اسكت ما تتكلمش معايا، ما قال لي لا يا محمود، قمت باصص له بقرف. اما ابويا قام قايل له محمود ما بيكلمكش عشان بنتك، كان وقتها وصل لحوار بنته بس كان اكونت فيك مكتوب عليه في البايو كده كلام ما ينفعش يتقال. انا لما قريت الاكونت والكلام اللي كان مكتوب رحت كلمت ابويا، ابويا قال لي كلم شباب العيله وروحوا لعمك. رحت لشباب العيله قالوا لي احنا مالنا يا محمود، ده ابوها نفسه ما عملش حاجه، احنا اللي هنتدخل لما انا اكون بعيد وانتوا قريبين منها ومحدش يتدخل ولا يتكلم. لما انا قال له بيتكلم معاك كده بسبب عشان بنتك، لما قال لي تعالى محمود اقعد جنبي هنا، جيت قعدت جنبه قلت له عايز ايه اتكلم، ما قال لي بص يا محمود في كل شجره تقيله عرق عوج والكلام ده اتحاسب عليه، الكلام ده اتحاسب عليه، قال لي في كل شجره تقيله عرق عوج وده عرقنا العوج يا محمود، هنعمل انا متبري منها. طب انت متبري منها ايه تله بدل انت عارف انها ماشيه عوج، انا ما اعرفش حاجه عن اي حد في العيله، كل الكلام اللي طلعت قلته اللي انا اعرفه بس، يبقى صور الساحل الشمالي دي مش فيك، مفيش حاجه فيك، صور الساحل الشمالي مش فيك، ودي نيره وده اكونت على الانستا يا جماعه، والمصحف اكونت على الانستا 15 كي، الصور دي كلها عليه، احنا مش بنتكلم عشان محمد. فين اشرف وسناء محمود بيتفسحوا قاعدين في المصيف، ما اسمها صناع مصايف بيتفسح، هيكونوا فين يعني؟ انا اعرف. وزي ما سمعنا وكلنا وشفنا مفيش رقابه، وده السبب الاساسي بجد في بعض الجرائم. طبعا احنا دخلنا الجريمتين في بعض، وده لان في احداث وفي دوافع كتير من الجريمتين متشابهين. طب ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه؟ انتشرت اخبار على الانترنت وعلى مواقع السوشيال ميديا اتقال ان هيتمنع الاختلاط ما بين الاولاد والبنات في الجامعات، هل الموضوع ده حقيقي ولا لا؟ هنشوف مع بعض حقيقه الخبر ده. الحقيقه الخبر ده اثار الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره، ومع قرب صدور قرار منع الاختلاط في الجامعات بين الطلبه والطالبات مع بدايه العام الدراسي الجديد، اتقال ان هيتم تقسيم ايام الاسبوع بواقع 3 ايام للطلاب و3 تانيين للبنات. طب هل الخبر ده حقيقي ولا لا؟ هنشوف. الخبر ده مش اول مره يتنشر، اتنشر قبل كده نفس الشائعه عام 2018 وقال ان هيتم منع الاختلاط في الجامعات، ونفت وزارة التعليم العالي وقتها الخبر. وأيضا الخبر اللي اتنشر من ساعات عاري تماما من الصحة، الموضوع مش حقيقي يا جماعة، وده لسبب بسيط جدا، لو منعنا الاختلاط في الجامعات ومنعنا الاختلاط في أي مكان برضه هيكون فيه اختلاط، واختلاط عن طريق الانترنت ووسائل السوشيال ميديا والمكالمات وبعض المواقع، وزي ما انتوا عارفين كلكم الميديا دلوقتي قربت الناس من بعضها، وأحيانا كمان بتتسبب في وجود علاقات ما بين الناس، واحيانا العلاقات دي بتكون ناجحه واحيانا بتكون طبعا علاقات غير ناجحه او علاقات فاشله بتؤدي طبعا لمصايب كبيره جدا. علشان كده خلوا بالكم من ولادكم، شوفوا اولادكم بيكلموا مين على الميديا، وده لان خطرها بيكون اكبر بكتير من خطر الاختلاط في الجامعات. وفي الاخر لازم نتاكد ان الاختلاط مش هو سبب المشاكل، التربيه والتوعيه هما الاساس. علشان كده ده اللي عايزين نركز عليه في الفتره اللي جايه. ولحد كده النهارده انا هنهي الحلقه معاكم، يا ريت نكون فهمنا وبقينا عندنا وعي اكبر، وعي اكبر باسباب الجريمه. قبل ما امشي واسيبكم، اهلا بكل الناس الجديده اللي انضمت للقناه، ما ننساش بقى نضغط لايك للفيديو مع اشتراك منكم وضغطه جميله كده على زر الجرس، وده علشان يوصلكم كل جديد من قناتي. شكرا جدا لحسن الاستماع، ومستنيه اسمع ارائكم في التعليقات. Thank you.